الرئيس السيسي يشيد بالتطور الملحوظ والمتنامي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على كافة الأصعدة. الرئيس السيسي يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق كل أهدافه. خفر السواحل الأمريكي يعلن العثور عن حطام الغواصة تيتان ويؤكد مقتل طاقمها. منتصف الليلة 9 بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، ونستهل هذه النشرة مع الزميلة شهندة عبد الرحيم. إليك شهندة. أهلا بك يا محمد. أهلا بكم مشاهدينا. بداية هذه النشرة من مشاركة الرئيس في أعمال القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة عشاء للقادة المشاركين في قمة الميثاق العالمي في باريس، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مأدبة العشاء بحضور رؤساء وزعماء الدول المشاركين في القمة. كان الرئيس السيسي قد أشاد بالتطور الملحوظ والمتنامي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على الأصعدة كافة، وخلال لقائه في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على مأدبة غداء عمل أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس السيسي بقصر الإليزي تكريما له واحتفاء بزيارته لفرنسا. قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر لمواصلة تعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه رحب الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس السيسي إلى باريس، معربا عن تقدير بلاده لمصر ومثمنا الروابط الوثيقة بين البلدين وحرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها الإقليميين. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى فرنسا، شارك الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، كما التقى مع عدد من القادة والمسؤولين على هامش القمة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الرئيس السيسي التقى كذلك مع الرئيس التونسي قيس سعيد وتشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في إطار تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصة تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول. فقد شدد السيد الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات نتيجة للأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ
مع إلقاء الضوء في هذا الصدد على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27، وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص، فضلاً عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة. وخلال القمة التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، حيث أشاد السيد الرئيس بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، مؤكدا دعم مصر لتونس خلال الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به، ومؤكدا حرص مصر على مواصلة الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، حيث رحب السيد الرئيس باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبي، معربا عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكدا الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة بين الجانبين. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع رئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على مأدبة غداء عمل أقامها الرئيس الفرنسي على شرف السيد الرئيس بقصر الإليزي، تكريما لسيادته واحتفاء بزيارته لفرنسا للمشاركة في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد، حيث رحب الرئيس الفرنسي بزيارة السيد الرئيس إلى باريس، معربا عن تقدير بلاده لمصر ومثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استجابة المجتمع الدولي لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ، وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته في المائدة المستديرة طريقة جديدة شراكات النمو الأخضر ضمن فعاليات القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس. قال إن مصر استضافت قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها كي تستطيع الدول التحرك على المستويين الوطني والدولي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. في مثل هذه الظروف استضافت مصر طبعا القمة العالمية للمناخ شرم الشيخ اللي هي COP27 في نوفمبر الماضي، وكانت مستهدفة ترجمة الطموح والتعهدات كالعادة. واسمحوا لي أنا مش هخرج كتير عن النص، ولكن عايز أقول دائما نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل، غير كده لن يتم أبدا التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة إحنا بنطرحها سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. هنا كان الهدف هو ترجمة الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما دعم التحول العادل من أجل تحقيق النمو الأخضر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة. في هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط للإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة.
وأضاف الرئيس السيسي أن رؤية مصر في تحقيق النمو الأقدر ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر تحول العادل إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام، وتقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة، مشيرا إلى مجموعة من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار يخدم النمو الأقدر وفي ذات الوقت يحقق التنمية المستدامة. تحضرني التجربة المبتكرة لبرنامج نوفي، وهذا البرنامج هو برنامج أطلقناه خلال المؤتمر ولاقى زخما دوليا كبيرا لاستهداف تعزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل. ويتضمن البرنامج منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار تم إطلاقها بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط. في ضوء ما تقدم تبرز محورية التمويل باعتباره العامل المحوري زي ما ذكرت قبل كده في تحقيق التنمية المستدامة بما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس. وقال الرئيس السيسي إن أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كان لهما تأثير كبير على المسارات التي تحقق فيها نجاحات مختلفة. ونقدر أن هناك حاجة لتبني منظور شامل يضع تمويل التنمية في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف ويضمن عدالته واستدامته إضافة إلى معالجة التحديات ذات الصلة. ويتمثل أحد أهم التحديات في الأثر التراكمي للأزمات الدولية المتعاقبة. هخرج هنا يعني في مصر أطلقنا برنامج للإصلاح الاقتصادي في 2016 وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف اللي احنا كنا بنتمناها ووصلنا إلى معدل نمو 6%. وكل الأمور كانت مبشرة جدا جدا إن لو استمرنا بهذا الشكل الأمور هتحقق الهدف اللي احنا من أجله عملنا برنامج الإصلاح. لسوء الحظ خلال أزمة الكوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية أنا بقول إن ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا جدا على مسار أو على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة وتراجعت بشكل ملحوظ النجاح اللي احنا حققناه. كما أشار الرئيس السيسي إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر عام 2016 حقق كل أهدافه حيث وصل إلى معدل نمو 6%. فإننا نتطلع لإسهام قمة الميثاق التمويل الجديد في دفع المناقشات بمختلف المحافل الدولية من خلال عدد من الرسائل على رأسها ضرورة تكاتف الجميع لا سيما مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بالتركيز على تنفيذ متوصيات محفز أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء التنمية وبما يتسق مع الأولويات الوطنية. تبرز أيضا أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى مع استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل فضلا عن التوسع في مبادلة الديون من أجل الطبيعة. كذلك توجد ضرورة لإصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات. وأكد الرئيس السيسي أنه يجب اتخاذ قرارات سريعة تحول من دون أزمة ديون كبرى، كما يجب تطوير سياسات بنوك التنمية لتعظيم قدراتها. ضرورة تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعظيم قدراتها على الإقراض وتيسير نفاذ الدولة النامية له، وكذلك تعزيز الحوار بينها وبين وكالات التصنيف الائتماني لزيادة قدراتها على الإقراض دون المساس بتصنيفها، علما بأن المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ على المطالبة بالكثير من تلك الإصلاحات. ختاما في الكلمة اللي أنا أردت بها تسجيل وجهة نظرنا في الموضوع ككل، لا يفوتني أن أشدد على أن تمويل التنمية المستدامة أمر جوهري في مواجهة تغير المناخ
والذي يمثل خطرا وجوديا، ومن ثم فانه يعد هدفا عالميا لتحقيق المصلحه المشتركه للجميع وليس شانا خاصا بالدول الناميه. هذا وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لديها برنامج للتحول للطاقة الجديدة حتى 2030، وكذلك برنامج لتحويل بحيرات البحر المتوسط لصديقة للبيئة، موضحا أن مصر تعالج 13 مليون متر مياه صرف صحي لإعادة استخدامها. أن مصر تحركت في موضوع المناخ بوقت مبكر جدا، ويمكن احنا يعني كن لنا مساهمة كبيرة جدا في اتفاقية باريس بحضورنا هنا أثناء عقد هذا المؤتمر، وبقول فيه أن احنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جدا جدا يستهدف التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جدا حتى 2030، وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي احنا بنتكلم فيها. بالإضافة لكده دخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول الحماية وتنمية البيئة. مثال، احنا كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط، هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جدا جدا وتمثل يعني إساءة بيئية كبيرة جدا جدا. اتعمل برنامج خلال السبع سنين اللي فاتوا لتحويل هذه البحيرات إلى بحيرات صديقة تماما للبيئة، وده كلف الدولة المصرية أموال ضخمة جدا جدا للحصول على هذا الهدف. في نفس الوقت عملنا برنامج آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي وللاستفادة منها حتى لا تكون ملوثة للبيئة وتم تدويرها. احنا بنتكلم في أكثر من 13 مليون متر مية بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراعي حتى يتم استخدامها أكثر من مرة. بنحقق بيها هدفين، الهدف الأولاني إن احنا عارفين إن يبقى في مية إضافية كحصص من نهر النيل هيبقى أمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة، ثم في نفس الوقت الاستفادة من هذه المية وما تبقاش ملوثة للبيئة. احتشد أبناء الجالية المصرية في فرنسا في ساحة التروكادارو أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس احتفالا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. احنا جايين هنا بنرحب بالقيادة المصرية ممثلة في طبعا سيادة الرئيس السيسي في حضوره للمؤتمر المالي اللي هو التوثيق المالي الموجود هنا في باريس اللي بيضم اكتر من 35 رئيس جمهورية تقريبا. احنا معاك وفي ظهرك يا ريس، احنا معاك. الجالية في فرنسا والجالية في المانيا والجالية في النمسا وفي هولندا، مصريين الخارج بيقولوا احنا معاك يا ريس وفي ظهرك في الجمهورية الجديدة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. في ناس جات 14 ساعة جايين يحيوا رئيسهم، جايين يحيوا الزعيم البطل. تحيا مصر، تحيا مصر. نتشرف ان السيسي بيشرفنا هنا، يعني رفع راسنا في فرنسا وفي العالم كله، ودايما يعني نفتخر بيه لانه احسن رئيس جه مصر. كل دول بيحبوا مصر وجايين باريس عشان بيحبوا مصر، واحنا كلنا هنا شباب ورجاله وعواجيز كلنا موجودين في حب مصر وحب رئيس مصر، حب رئيسنا السيسي اللي دخل قلوب كل المصريين. احنا واثقين فيك، واحنا شعب واعي جدا وعارفين ايه اللي حصل لبلدنا في الفتره اللي فاتت، وبلدنا كانت فين وبقت فين، ومش ناسيين لك اللي عملته عشاننا وعشان بلدنا عشان تكبرها وتعليها قد الدنيا. مش ناسيين قناه السويس، مش ناسيين القاهره الجديده. عايزين منك تاني، ربنا يديك الصحه وطول العمر وتدينا تاني. احنا جايين من النمسا وجايين من المانيا وجايين من كل الاماكن، بنحييك يا ريس وبنستقبلك يا ريس وشرفتنا، وكل سنه وانت طيب. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وربنا يخليك لينا يا رب، ودايما فخر المصري والعرب والعالم كله يا رب، ودايما ربنا يخليك لينا. نورتنا يا ريس، نورتنا، واهلا فيك في فرنسا، وتحيا جمهورية مصر العربية، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان. حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين للدول الصديقة والشقيقة. شهد
شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، والتي تضم الدورات رقم 46 من كلية الحرب العليا ورقم 52 من كلية الدفاع الوطني ورقم 24 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، والدورات رقم 72 أركان حرب عام والدورتين رقمي 44 و45 أركان حرب تخصصية، والتي تضم عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة. بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، تناول الدورات التدريبية المختلفة التي تم تنفيذها خلال العام الجاري لإعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي. وألقى اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة للأنشطة التدريبية والاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل الأكاديمية لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة والوعي في مختلف المجالات العسكرية والمدنية. وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة، عقبه إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين. وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديرا لتفوقهم خلال مدة الدراسة. وفي نهاية الاحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين، كما هنأهم بانتهاء فترة دراستهم وطلبهم بالحرص على الاستمرار في صقل مهاراتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة للارتقاء بإمكانياتهم العلمية والمعرفية لزيادة وعيهم بكل ما يدور حولهم من تحديات تواجه عالمنا المعاصر، مشيرا إلى أن تنفيذ المهام المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته يتطلب الاطلاع المستمر والتسلح بالعلم والاستفادة من التطور العلمي المتلاحق في كافة المجالات. حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة. بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والمطاعم عروضا وتخفيضات خاصة ب54 مركزا تجاريا و124 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال ملابس بإجمالي 1456 محلا. منكم يوم 30/6 نحتفل مع بعض، كل سنة وانتم طيبين. عاملين عروض وتخفيضات على كل المنتجات، مستنيين.
هيكون في مفاجآت وخصومات كتيرة جدا إن شاء الله نستناكم بإذن الله. منتظرينكم السنة دي بعروض تكسر الدنيا يوم 30/6. كلنا مستنيينكم يوم 30/6 هنحتفلوا كلنا بكل فروع عزه. مستنيينكم يوم 30/6 نحتفل مع بعض في كازون الشاطئ. عشان كلنا واحد هنحتفل كلنا هنا مع بعض في قرية بلبع. انتظرونا ان شاء الله يوم 30/6 عروض وخصومات واحد خطاب تجمع كل الاحباب. كل سنه وانتم طيبين، استنونا يوم 30/6 مع اقوى العروض مع مطاعم اسماك الدوره. وان شاء الله تلاقوا عروض وتخفيضات تنول اعجاب حضراتكم. مستنيينكم 30/6 في كل فروع جراندي كافيه. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله يوم 30/6 نحتفل مع بعض في تشيكن تكه. مستنيكم 30/6 كل سنه وانتم طيبين في عروض ومفاجآت هتعجبكم ان شاء الله. استناكم في 100 موت 30/6 نحتفل مع بعض كل سنه وانتم طيبين. أعلنت وزارة الداخلية بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستكمال أداء مناسك الحج. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. حانت لحظة مغادرة حجاج القرعة المدينة المنورة بعد 5 أيام من الأجواء الروحانية قضاها الحجاج في رحاب رسول الله، يصلون في مسجده ويزورون قبره الشريف، حيث تتواصل عمليات تفويج من انتهت مدة إقامتهم إلى مكة المكرمة مع بشائر الصباح تمهيدا لأداء مناسك الحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. التفويج يتم في حافلات مجهزة وذات مواصفات متميزة حرصا على راحتهم أثناء الرحلة من المدينة لمكة، ومجهزة بجي بي اس لمتابعة خط سيرها على طول الطريق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الفندق بسم الله ما شاء الله كويس تمام، والحجاج كلها مبسوطه والحمد لله، في راحه ويسر وسهوله والحمد لله. فرحانه والله، فرحانه ان انا رايحه اقضي الفريضه ولاول مره، يعني ما عملتش عمره قبل كده ولا حج اول مره. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. تبدأ خطة تفويج الحجاج بقيام ضباط بعثة حج القرعة في فنادق المدينة الخاصة بحجاج القرعة، بإخطار الحجاج بموعد رحلاتهم إلى مكة المكرمة وتجميع حقائبهم قبل الرحلة بوقت كاف في مشهد يعكس دقة التنظيم والحرص على راحة الحجاج في تنقلاتهم لأداء المناسك. في ضابط موجود ومباشر أوضاعنا كلتا، واللي عنده أي معلومة مش واضحة قدامه بيروح له بيوضحها. الكشوفات متعلقة من امبارح،
والمواعيد متحددة إن الشنط هتنزل الأول عشان تسافر قبلنا، وإحنا الكشوفات كل واحد عرف الأوتوبيس بتاعه رقمه كام. يعني أنا عارف أو إمبارح مثلا إن أنا أوتوبيس 4 ورايح فين وطريقي فين. شكرا على حسن خدمة الفندق وخدمة البلد، وعودا إن شاء الله عشمنا في الله في الميعاد إن شاء الله، ويتقبل أعمالنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وقد أبدى الحجاج ارتياحا كبيرا بعد استمتاعهم بالإقامة بالمدينة المنورة على بعد خطوات من الحرم النبوي، في ضوء الخدمات المقدمة لهم من قبل ضباط بعثة حج القرعة، خاصة ما يتعلق بتسهيل زيارتهم إلى الروضة الشريفة والصلاة بها، وهو ما بدا واضحا في أحاديثهم. حجز المشرفين للروضة وجمعنا إن شاء الله في المسجد النبوي عند باب 37. المندوب خدنا ودخلنا من الساعة 1، وأنا صليت بتواصل وادعي، أتواصل في الدعاء والصلاة وادعي. متعة جميلة وأحلى حاجة، والبعثة بصراحة شايفة كل حاجة تمام. تحرص بعثة حج القرعة على تقديم خدمات مميزة لحجاجها منذ لحظة وصولهم إلى المدينة المنورة وطوال مدة إقامتهم وحتى المغادرة إلى مكة المكرمة، وهناك تتواصل الخدمات للتيسير عليهم في أداء المناسك. اكتمل وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية استعدادا لأداء مناسك الحج، حيث وصل الأربعاء إلى مكة المكرمة آخر الأفواج الذي يقدر عدده ب467 حاجا، ليصل بذلك إجمالي حجاج الجمعيات الأهلية إلى 5250 حاجا وصلوا إلى الأراضي المقدسة. وفتحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج خط تواصل دائم مع مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية لمتابعة أوضاع حجاج الجمعيات الأهلية والاطمئنان على الحالة الصحية الخاصة بهم وتقديم كل الخدمات لهم. كما وجهت القباج بضرورة متابعة وتفقد المخيمات على صعيد عرفات ومنى لضمان توفير جميع الخدمات للحجاج. أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج صرف بنك ناصر الاجتماعي لمعاشات شهر يوليو عن طريق ماكينات الصراف الآلي اليوم وعن طريق جميع فروع البنك الأحد القادم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك. اختتمت بالعاصمة الإدارية فعاليات المسابقة الرقمية الطلابية التي أجريت بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية وبالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة. وشهد الحفل الختامي مشاركة كبيرة من الطلاب المتنافسين بتصفية النهائية بالمسابقة الوطنية، وتم خلال الحفل الإعلان عن الطلاب الستة الفائزين لتمثيل مصر في مسابقة مايكروسوفت الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية. على هامش ختام المسابقة الوطنية لاختيار أفضل الطلاب لتمثيل مصر في مسابقة مايكروسوفت الدولية، قامت مؤسسة حياة كريمة بعمل جولة للطلاب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي بدأت بمسجد الفتاح العليم مرورا بكاتدرائية ميلاد المسيح ثم مبنى الخدمات بالحي الحكومي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم وشركة العاصمة الإدارية وبالشراكة مع شركة سيرتي بورد العالمية. الموضوع مهم بالنسبة لنا ان احنا نخلي الطلاب يجوا يعملوا جولات داخل العاصمة الإدارية عشان يشوفوا كل المشاريع اللي موجودة هنا على الأرض، وينقلوا الصورة دي لأصدقائهم ولأهاليهم، وطبعا يعني ده بيزود الانتماء لبلدنا. الحياة المجهود على الأرض وبشكل ميداني، سعداء جدا بالمنسقين مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية. وبعد الجولة
شهد الحفل الختامي مشاركة كبيرة من الطلاب المتنافسين بالتصفيات النهائية بالمسابقة الوطنية، وتم خلال الحفل الإعلان عن الطلاب الستة الفائزين لتمثيل مصر في مسابقة مايكروسوفت الدولية بالولايات المتحدة. دخلت الحمد لله لحد ما وصلت أمريكا، وطبعاً أحب أوجه كل الشكر لكل مدربيني ومدرستي. مؤسسة حياة كريمة هي بالنسبة لي كانت وفرت لي أنا كطالب كمشارك في المسابقة مكان كويس، أكل كويس طبعاً، حسنت شكل المسابقة أحسن من السنين اللي فاتت. مؤسسة حياة كريمة كان لها دور كبير في النهاية توفر لنا كل دوت في أسبوع بس، والوقت والضغط كان كبير عليه، وفروا لنا تجربة حلوة قوي. المسابقة الوطنية تأتي تنفيذا لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للطلاب والشباب، وتعزيز قدرتهم على الإبداع التكنولوجي، وتوسيع قاعدة المنافسة الطلابية لتأهيل واختيار أفضل العناصر لتمثيل مصر في المسابقات الدولية. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014، بدأت الدولة المصرية في تنفيذ خطة كبيرة وشاملة تشمل العديد من الإصلاحات والإجراءات المختلفة على المستويين الأمني والعسكري، بهدف كفالة وتحقيق أمن المواطن، وكذا إعادة الثقة للأجهزة الأمنية المعنية بضبط الأمن وتحقيق الاستقرار ومعالجة ظاهرة الإرهاب من خلال منظور شامل ومتعدد الجوانب. المزيد عن القدرات الأمنية والعسكرية المصرية خلال السنوات العشر الماضية في العرض التالي مشاهدينا.
ناقشت جلسات الأسبوع الرابع بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، كما ناقشت جلستان موضوع مستقبل الثقافة في مصر والمدرج على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية. قدم الدكتور ديا رشوان المنسق العام للحوار الوطني مقترحا بأن تتضمن مراحل مبادرة حياة كريمة إنشاء مراكز خدمات ثقافية يتيح الأنشطة الثقافية في المراكز والقرى، مشيرا إلى إمكانية استغلال مراكز الشباب في هذا الشأن. وخلال كلمته أمام لجنة الثقافة والهوية الوطنية أشار رشوان إلى أهمية منح إعفاءات ضريبية على التبرعات للأنشطة الثقافية. حياة كريمة فيها مجمع حكومي، فيها مجمع زراعي، ولا يوجد شيء ثقافي. عندنا 52 مركز اللي هم المرحلة الأولى بيضموا 1462 قرية، ومن إجمالي 4500 قرية غير توابعها اللي هم 30,000. أنا يعني بقترح على حضراتكم أن نتبنى توصية بأنه أن يكون هناك شيء ما يصمم بقى من المختصين اسمه مجمع ثقافي. سقيتنا يا معالي الوزير، يعني السقية اللي موجودة في كل مركز، مش بقول في كل قرية، عندنا 1400 وحاجة قرية، هيبقى العدد كبير، لكن على الأقل 52 مركز يستحقوا أن يبقى فيهم 52 مجمع ثقافي يضم ما يضمه بحسب كل منطقة. كل منطقة ربما يكون فيها يعني ثقافتها الخاصة أو النوعية اللي تسمح لنا بهذا الاجتهاد. التقى أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ مع وزير العمل حسن شحاتة بالديوان العام لوزارة العمل. تم خلال لقاء عرض آخر تطورات المشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ومناقشة الخطوات التنفيذية التي ستتخذ لتطوير 5 مراكز التدريب المهني طبقا للمعايير الدولية، فضلا عن بحث سبل التعاون بين الجهتين والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين 6 جهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار عمل محور التدريب والبحث والتطوير، أحد محاور عمل مبادرة إبدأ الأساسية، ويهدف إلى تحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني والعمالة الفنية. أعلن خفر السواحل الأمريكي أن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام سفينة تايتانيك تشير إلى وقوع انفجار داخلي كارثي. وفي مؤتمر صحفي أشار خفر السواحل الأمريكي إلى أن روبوتات البحث ستبقى في مكان الحادث لجمع معلومات عن الحادث الذي راح ضحيته 5 أشخاص. أحيانا يكون من الصعب سماع السؤال، ما هي أي إمكانيات واحتمالات لاستعادة جثامين الضحايا؟ بطبيعة الحال الظروف التي وقع فيها الحادث صعبة جدا، وعندما يكون هناك انفجار من الداخل في الغواصة يصعب استعادة الرفات، لكن سنواصل البحث في القاع في المكان الذي يوجد فيه الحطام، لكن لا أعرف هل هناك أي أفق لاستعادة رفات الجثامين. استمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقرير حول سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من وزير الدفاع سيرجي شويغو، وأكد شويغو أن القوات الأوكرانية تحدت من هجماتها على مختلف الجبهات وتعمل حاليا على إعادة ترتيب صفوفها بعد الخسائر التي تكبدتها منذ شن هجومها المضاد قبل 16 يوما. تعهد المستشار الألماني أولاف شولز بضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، لكنه بدد أمال كييف في أن تنضم سريعا إلى حلف شمال الأطلسي. وقال شولتز في كلمة أمام البرلمان الألماني أن برلين وشركها في مجموعة 7 والاتحاد الأوروبي يعملون على توفير ضمانات أمنية طويلة الأمد لكييف. قال
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل رابطة قوية مع الهند بما يخدم مصالح الجانبين. وذكر الرئيس الأمريكي أن بلاده تعمل أيضا مع الهند من أجل إنهاء الأزمة في أوكرانيا إلى جانب مواجهة التغير المناخي، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين محورية. من جانبه قال رئيس الوزراء الهندي إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، كاشفا عن تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة. بحفاوة بالغة استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. الحفاوة تعكس وبرأي المحللين الموقف المشترك بين الهند والولايات المتحدة لما يرونه من تهديدات صينية كبيرة لمصالحهما حول العالم. الزيارة تم وصفها على أنها زيارة دولة، وهو نوع من الزيارات التي تعكس تكريما أمريكيا رسميا كبيرا. ولم يقم بهذا النوع من الزيارة منذ وصول بايدن للحكم إلا رئيس كوريا الجنوبية وفرنسا فقط. دعم العلاقات مع الهند يتسق مع ما بدأه بايدن منذ وصوله للحكم من تبني خطوات تهدف لتطويق الصين عسكريا في إطارها الإقليمي عن طريق بناء شبكة تحالفات عسكرية متعددة ومتداخلة، حيث قاد تحالفا رباعيا مع اليابان والهند واستراليا لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. إلا أن هذا الاستقبال الحافل يتناقض مع عداء جمع مودي بإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، حيث رفضت واشنطن في 2005 منح مودي رئيس وزراء ولايات جوجارت الهندية آنذاك تأشيرة دبلوماسية لزيارة الولايات المتحدة، كما اعتبرت الحكومة الأمريكية حينها مودي شخصا منبوذا لما يقرب من 10 سنوات، وحرمته من الحصول على تأشيرة دخولها بسبب الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية. وأكدت واشنطن حينذاك أن قرارها هذا يجب ألا يؤثر على العلاقات الجيدة التي تجمع بين الولايات المتحدة والهند باعتبارهما شريكتين، وألا يؤثر على هدف تعزيز الشراكة الثنائية بينهما. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب. كما قرر البنك المركزي تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%. استضافت وزارة الدولة للهجرة للمرة الأولى وفي مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعات فريق عمل الكوماسا في إطار المشاورات مع الدولة المصرية لبحث تطورات بروتوكولات حرية تنقل الأفراد كجزء من تيسير حركة التجارة بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي. وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر أولت اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق التكامل والتناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا. نظرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها الاتصالات الحديثة في الحياة اليومية للمواطنين، فقد اعتمدت الدولة سياسة لتنمية وتحديث قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما كان له مردود إيجابي على تحسين مستوى الخدمات علاوة على العائد الاستثماري والاقتصادي لهذا القطاع الواعد. المزيد في العرض التالي.
وقبل الختام مشاهدي الكرام إليكم تذكيرا بأهم العناوين. الرئيس السيسي يشيد بالتطور الملحوظ والمتنامي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على الأصعدة كافة. الرئيس السيسي يؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق كل أهدافه. خفر السواحل الأمريكي يعلن العثور على حطام الغواصة تيتان ويؤكد مقتل طاقمها. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيوار كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلي محمد المهدي وهذه تحياتي أنا شاهين عبد الرحيم، دمتم في أمان الله.